السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة بنصور دورة الفراخ البلدي دي يا جماعة، دورة تانية خلاف اللي فوق اللي احنا طلعناه فوق. يمكن كنت صورتها لكم مرة واحدة بس اول ما جت، كان لسه عمر يوم، وكانت الفراخ الكبيرة ديت اللي انا كنت قلت لكم طلع عندي حوالي 15 فرخ من فقاسة، وكملت عليهم جبت 30 فرخ كمان اشتريتهم عليهم علشان يعني التربية تستاهل معي. فانا كنت قلت لكم هنصورهم لكم بعد عمر اسبوع على اساس ان انا اعمل معاكم الخلطات، فيعني يمكن كنت اشتغلت بس شوية فما صورتهمش من يومها. فان شاء الله النهاردة بنصور وهنقول لكم ان شاء الله الخلطات هنعملها ايه، وباذن الله هنمشي مع بعض ازاي. يلا بينا كده بقى، سموا الله واعملوا لايك يا جماعة للفيديو. عايزة كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يعمل لايك. تمام، اول حاجه يا جماعه الفراخ ديت يمكن انتوا لو كنتوا يعني ملاحظين او كنتوا شفتوا الفيديو بتاع معايا وهما لسه جايين اول يوم وانا بستقبلهم، كنت هتلاقوا الكتكوت كان ضعيف جدا، كان صغير جدا. فانا بصراحه كنت زعلانه لان كانت الدفعه ديت جت صغيره، يعني مش زي الدفعه اللي قبلها ولا حاجه، وكان الكتكوت جاي فيها ب2 جنيه ونص. انا كنت جايبه الكتكوت ب2 جنيه ونص يومها، وانا قلت لكم انا جايبه الكتكوت على كام يا جماعه النهارده. فبسم الله ما شاء الله هي ما طلعتش وحشه ولا حاجه، هي طلعت حلوه وزي الفل زي ما انتم شايفين. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكتكوت كبر وبقى قد ايه، يعني هو يمكن كان الفرخ نوعيته حلوه وكل حاجه مش وحش، بس هما زي ما تقول البيضه اللي كانت يعني صغيره شويه، البيضه بتاعت الكتكوت هي اللي كانت صغيره، بس ما شاء الله لما كبر وكال واتدفى ما شاء الله الكتكوت كبر معانا وبقى حلو، ما يفرقش حاجه عن اللي كان سابقهم بيومين ثلاثه، ولو انتم ملاحظين قدامكم اهوت. فاحنا ان شاء الله يا جماعه هنعمل الخلطه بتاعتنا، هنبدا نعمل خلطات بقى. طبعا الفراخ دي بقى لها 11 يوم النهارده زي ما قلت لكم، المفروض كنت عملت لكم الخلطه من بعد عمر اسبوع، بس معلش اعذروني لان كان في يعني ايه شويه مشغل شويه فده اللي حشناه. فاحنا النهارده هنبدا نعمل الخلطه بتاعتنا، لان احنا اي فراخ عندنا سواء فراخ بيضه سواء فراخ بلدي بنبدا الخلطات يا جماعه نعملها من بعد عمر اسبوع. تمام، فاول حاجه انا ببدا فيها في الخلطات هو يعتبر انا كنت بدات الخلطات من عمر اسبوع. فاحنا ان شاء الله اول حاجه هنعملها معاكم النهارده الخلطه، انا اول حاجه بعملها خالص ببدا بالخميره، عشان الناس اللي هي بتسال بتقول لي ان يعني الخميره بتدي من عمر كام، من بعد عمر اسبوع يا جماعه اعملي خميره. بس ان شاء الله الخلطه بتاعتنا النهارده مش هتبقى خميره بس، لا هيبقى جنبها حاجه كمان عشان الفرخ ما شاء الله يكبر معانا بسرعه زي الدفعه اللي احنا مصورينها فوق يا جماعه وانتم شفتوها. باذن الله هنمشي مع بعض نفس الطريقه اللي احنا ربنا بيها الدفعه اللي فوق، ويمكن ما شاء الله جت سريعه معايا، حتى يمكن في ناس برضو ماشيه على الخلطات اللي انا بعملها، وناس كتير لقيتها يعني بتقول الفراخ بتاعتي ما شاء الله كويسه ونفس الحجم بتاعك وكده. فباذن الله يا جماعه باذن الله هنعمل نفس الخلطات ديت وهنمشي معاها على طول. تمام، انتوا يمكن لو ملاحظين يا جماعه بسم الله ما شاء الله انا كان طالع لي من الفقاسه حوالي 18 او 19 فرخ، ما شاء الله زي ما هم ما ماتش منهم ولا فرخ. انا جبت عليهم 30 فرخ برضو اشتريتهم، وان شاء الله ده اخر مره هنشتري فيها فراخ. طبعا الفقاسه خلاص الحمد لله فقست، وقصدي بقت يعني تطلع فراخ وكده، وبنفقس فيها البيض، فان شاء الله مش هنحتاج ان احنا نشتري فراخ تاني من بره، عندنا البيض من قلب بيتنا، هنحط البيض وهنطلع ومش هنشتري بعد كده فراخ. تمام، فباذن الله يا جماعه يعني لكل اللي انا عايزه اقوله ان بسم الله ما شاء الله الدفعه ديت ما ماتش منها ولا فرخ، يمكن حتى كمان الدفعه اللي قبلها اللي هي فوق ما ماتش برده منها ولا فرخ. ليه وايه السبب؟ ان شاء الله هقول لكم برده على الكلام ده كله. اول حاجه يا جماعه السبب ان انت اول ما بتجيب الفرخ معاكي بتدفي كويس، بتدفي الفرخ كويس معاكي. التحصين تاني يوم على طول بتجيب له التحصين، احنا بنستقبله طبعا اول يوم على محلول، لان قلنا المحلول يا جماعه كويس بيعود الفرخ من اي يعني من اي عنصر الفرخ بيفقده في اول يوم عشان الاسهالات والحاجات دي كلها، احنا بندي للفرخ اول يوم بنستقبله على المحصول على محلول. تاني يوم بنجيب له دواء استقبال، لان دواء استقبال دوت هو اللي بيحمي الفرخ معانا، ما بيخليش الفرخ يتعب معاك. يمكن الناس اللي هي ما بتمشيش على تحصين بتلاقي عندها نفايات كتير، يعني ممكن بيموت منها يجي كام فرخه كده على ما التربيه بتاعتها تبدا تظبط معاه. فاحنا عشان الفراخ ما تموتش معانا تاني يوم على طول بنستقبل الفراخ بتاعتنا على دواء استقبال، ده اللي انا ماشيه عليه على طول علشان الناس اللي هي داخله لسه جديده وما شافتش الفيديو معايا في اول مره
تعرف انا بعمل ايه. بعد كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا سبت الفراخ عندي، حطيتها في كرتونه كبيره زي ما كنت بصورها لكم، قعدتها اسبوع بحاله في الكرتونه، لان طبعا كان الجو وحش، كان في شتاء بقى وهواء والكلام ده كلاته. فانا عندي الكرتونه حفظت الفراخ من الهواء والحاجات دي كلها، لان هي كانت جايه الحجم بتاعها كان صغير جدا، عشان كده ما شاء الله انا كنت قايده لها اللمضه على طول ليل ونهار، وكانت بتاكل، وكان دايما الفرش تحتها نضيف. ده اللي خلى الفراخ معايا ما شاء الله ما يموتش منها ولا فرخ ولا بردت ولا صار اي حاجه. بعد كده زي ما انتم شايفين في بلكونه زي ديت، خدت منها جزء اهيت، البلكونه يعتبر متر في متر، الجزء اللي انا واخداه حوالي متر يعني يعتبر حوالي متر ونص او متر وربع في متر، زي ما انتم شايفين اهوت. قايده لهم نواس 40 واط عشان الناس بس تبقى عارفه المكان بيحتاج اضاءه قد ايه او تدفئه قد ايه، يعتبر مكان متر وربع اهو في متر. حاطه لهم يا جماعه نواس 40 واط زي ما انتم شايفين، اللوح قبل كشف اهوت، سد عليهم خالص، وبالنهار بكشف عليهم علشان الشمس تخش لهم، بقفل عليهم خالص بالليل لانهم طبعا زي ما انتم شايفين لسه ضعاف، ما يستحملوش ان احنا نفتح لهم تهويه. يمكن انا بفتح لهم حاجه بسيطه خالص بس تهويه عشان المكان ما يتكتمش عليهم خالص. اهم حاجه يا جماعه ان انت تدفي الفرخ معاكي كويس عشان ما يتعبش منك ويبرد مننا، تمام؟ ده كل الموضوع اللي انا بعمله. هنعمل بعد ايه كده؟ هنعمل النهارده ان شاء الله الخلطات. الخلطات زي ما قلت لكم بنبدا فيها من بعد عمر اسبوع. انا عملت قبل كده خلطات بس النهارده حابه اعملها معاكم عشان انا بصور معاكم. الخلطه بتاعتنا ان شاء الله هتبقى ايه بقى؟ هعملها قدامكم. ده يا جماعه علف بادي اللي انتم شايفينه دوت، ده علف بادي. ده اللي انا باكل منه الفراخ عندي، سواء فراخ بيضه سواء فراخ او بط او اي الكلام ده كلته. بس بقى مش شرط نوع العلف اللي انا بستعمله، انت ممكن لو انت عندك اي نوع علف كويس انت بتستعمليه بيجيب معاك نتيجه كويسه استعمليه. اهم حاجه نوع العلف الكويس يا جماعه، ما تجيبيش نوع علف رديء تديه للفراخ عشان ما تتعبش منك. انت ماشي على اي نوع علف كويس امشي عليه على طول، تمام؟ معايا معلقه سكر اهيت هنرشها على العلف. بعد كده ايه معايا؟ الكيس اللي انتم شايفينه دوت، ده يا جماعه كيس خميره فوريه. دي انا بمشي يعني بربي كل طيوري على الكيس ده، سواء بط سواء فراخ سواء فراخ بيضه، هو الكيس دوت ده بسم الله ما شاء الله انا دايما مربيه كل طيوري على الكيس اللي انتم شايفينه دوت، والمعلقه السكر اللي انتم شايفينها دي. انا قلت لكم كتير على فوائد معلقه السكر، فوائدها زي فوائد الخميره بالظبط واحسن كمان، تمام؟ وده كيس الخميره اهوت هرشه على ده. الناس هتسال هتقولي طب انت حاطه كام كيلو علف، اعملي الكيس دوت او معلقه السكر ديت على 2 كيلو او 2 كيلو ونص علف، تمام؟ قلبت الخلطه كلها اهيت. بعد كده هحط للفراخ، بملى لهم العلافه تفضل قدامهم طول الليل تكفيهم لغايه الصبح. اما الفرخ يكون واكل معاكي ودافيان ما شاء الله تبصي تلاقي الفرخ يجي معاكي بسرعه. وده يا جماعه عملنا الخلطه بتاعتنا اهيت، هنحط الفراخ تاكل. حط الفراخ ليل ونهار، طول ما اللمضه قايده لهم بالليل سيب الاكل قدامهم ليل ونهار، هتبصي تلاقي الفرخ ما شاء الله ياكل معاكي ليل ونهار، هيكبر قبل اوانه. انما الناس اللي هي بتاكل وبتحبس زي يا جماعه اللي كانوا طول النهار بالنهار بيجي طول الليل الفرخ بيخسوا تاني معاكش، انما لما طول ما الفرخ بياكل معاكي ليل ونهار هتبصي تلاقي ما شاء الله معاكي نتيجه كويسه جدا، الفرخ يجي معاكي يوم وبيومين، هيكبر قبل اوانه كمان، تمام؟ عملنا الخلطه اهيت. البطاطين اللي كانوا طالعين فلتة دولت كانوا بياكلوا مهوت معاهم، والفراخ بتاكل ما شاء الله. انا حطاهم مع البط عشان يدفوهم، لان لو انا كنت حطيتهم لوحدهم كده كان ممكن يبردوا ويموتوا. اما بقى كده يا جماعه بالنسبه للميه هنتكلم عليه، خلصنا كده العلف والخلطه اللي احنا بنعملها للفراخ، هنيجي عند الميه. طبعا انتوا ما شفتونيش وانا بعمل خلطه في الميه ولا حاجه، لان انا كنت حاطه عصر نص ليمونه في قلب الميه، وهم لسه ما شاء الله لسه الميه قدامهم اهيت، فانا مش هكبها ولا حاجه الا ما يخلصوا. انت بتيجي الصبح على الريق بتعملي ايه؟ بتجيبي نص ليمونه على ريق الميه مع معلقه عسل، دي احسن حاجه للفراخ معاكي. اعملي الموضوع دوت على الاقل مرتين او ثلاثه في الاسبوع، ما شاء الله هتلاقي معاك فراخ صحتها كويسه جدا، ما شاء الله تربيه فراخ مش هيموت منك فرخ، وهتيجي بسرعه
خلصنا كده يا جماعة، بنقفل بقى عليهم، بنغطي المكان كله خالص عشان الفراخ تدفي. طول ما الفراخ دافيانة، طول ما الفرخ بياكل، الفرخ بردان، اعرف ان هو لو لقيت الفرخ كده بشان في جنب كده، اعرف ان الفرخ بردان. طول ما الفرخ بيجري وبنعجش في المكان اللي هو فيه بياكل كده، اعرف ان الفرخ ما شاء الله دافيان وكويس وصحته حلو. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.